هذا الجهاز مثلا اللي بتحكم فيه السمارت سويتش اللي راح اتحكم فيه بكل شيء بهالمكان، كون المكان فيه مكيفين فعادي انه يكون عندي جهازين، ولكن من واحد انا بتحكم بالثاني، يعني ممكن من اي واحد منهم اشغل المكيفين او شغل مكيف واحد بس حسب البرمجة اللي حبها. بنلاحظ انه عندي حاليا درجة الحرارة 22 ظاهرة نفسها في الابليكيشن، وانه تبريد بغير من اي مكان راح تظهر مباشرة راح تتغير في الابليكيشن في السمارت سويتش بنفس الوقت. تمام، نفس الشيء مثلا زدت الحرارة، نفس الشيء بالنسبة لتحكم السبوت لايت، حاليا وان بريس مثلا اشتغلت الاضاءة، دبل بريس اشتغلت كلها، لونج فصلنا الاضاءة.